قال خفر السواحل اليوناني إنه عثر على جثث ما لا يقل عن 10 لاجئين بينهم طفلان وأربعة رضع قضوا في غرق قارب كان يستقلونه قرب سواحل جزيرة ساموس اليونانية. وأضاف خفر السواحل أن المركب الذي انطلق من السواحل التركية الحدودية مع اليونان غرق على مسافة 20 مترا من سواحل ساموس، فيما نجا من الحادث 15 شخصا وفقد 2 على الأقل. على الصعيد السياسي، فشل قادة الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في ألمانيا خلال اجتماعهم اليوم ببرلين، فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة اللجوء. يأتي ذلك فيما تتمسك ميركل بتوقعاتها بقدوم 800,000 لاجئ إلى ألمانيا خلال العام الجاري.